الأهرام. خلونا نبدأ بأول خبر متعلق بالإخوان وداعش ومؤتمر جدا اللي كان عقد في المملكة العربية السعودية. مصر تطالب العالم بمواقف موحد ضد إرهاب داعش والإخوان. أوباما يقرر شن ضربات جوية ضد سوريا وموسكو تحذر. وللمزيد من المتابعة حول هذا العنوان معنا عبر الهاتف خالد عكاشة الخبير الأمني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضرتك. يعني كيف تابعت مؤتمر جدة وضرورة وجود موقف عالمي موحد ضد الإرهاب اللي أصبح الآن متمثل في داعش وأيضا جماعة الإخوان؟ الحقيقة يعني تابعت الموقف المصري بشيء من الاحترام، لأنه اتسم الحقيقة بقدر كبير من النضوج وتحدث حول أن لابد أن تكون هناك منظومة لمحاربة جميع الإرهاب اللي موجود في المنطقة، وليس إرهاب داعش فقط. نعم. جميع التنظيمات التي تقوم بتهديد الإقليم بكامله. هناك مجموعات إرهابية موجودة في سيناء، هناك مجموعات عالية المستوى موجودة في الدولة الليبية وتحمل تهديد كبير لدول الإقليم بكامله. حقيقة كان موقف أكثر نضوجا من السيد وزير الخارجية المصري، وهو يتحدث عن ضرورة وجود حلول سياسية للأزمة السورية وعدم الاكتفاء بتوجيه ضربات مرة أخرى بشكل عشوائي وبشكل انتقائي لمجموعات بعينها، لأن الحلول السياسية لابد أن تسير قدما بجوار الحلول الأمنية أو التدخلات في محاربة تنظيم داعش. الرؤية المصرية اتسمت بأكثر شمولية مما كان مطروحا في هذا اللقاء الذي ضم الولايات المتحدة وبعض من الدول العربية والإقليمية، ولذلك أرى أن الرؤية المصرية تحتاج إلى مزيد من الاستماع والانتباه لها، وهي بالأساس تحمل تجربة كبيرة وطويلة في محاربة الإرهاب. نعم. طيب يمكن هذا المؤتمر بيتواكب مع إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الملامح للاستراتيجية لمواجهة داعش، لكنه ذكر في سياق كلامه أن الولايات المتحدة لن تقوم بدور العرب في مواجهة داعش. دلالة ده إيه من وجهة نظرك، وأيضا علاقته بالتحالف الدولي اللي بتسعى الولايات المتحدة لإنشاؤه ضد داعش؟ الولايات المتحدة حتى الآن حقيقة مع كل ما أعلنته لم تحسم أمورها على الأرض، وهي بتحاول أن تلقي الكرة في ملعب الدول داخل الإقليم وتحاول أن تدفعهم إلى التنفيذ بأيديهم المساعدة من الخارج، والمساعدة بضربات جوية فقط حتى لا تتورط أمريكا مرة أخرى على الأرض. وده شيء مفهوم، لكن الحقيقة الإجراءات محاصرة الإرهاب على مستوى العالم وتكثيف المنابع وضبط مسائل الحدود، هذه نقاط يمكن للولايات المتحدة أن تساهم فيها بفاعلية، وهي لم تجاوب على هذه الأسئلة حتى الآن. كمان أستاذ خالد، مصر في الاجتماع يعني هجمت الغرب بأن هم تخلوا عنها في حربها ضد الإرهاب أو مساعدتها في الحرب ضد الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، ودلوقتي بيحشدوا القوة لمواجهة الإرهاب نفسه أو العدو نفسه في المنطقة. هذه التصريحات المصرية والرسالة اللي بتبعث بيها للعالم الغربي، إيه مغزاها من وجهة نظرك؟ مغزى الحقيقة إنه هو ده توصيف دقيق، ولذلك أنا وصفت الموقف المصري بالأكثر نضوجا الحقيقة، لأن هناك انتقائية في مسألة تحديد المخاطر. الدولة الليبية على سبيل المثال تحتاج إلى معاونة من جميع دول الإقليم الموجودة حتى تخرج من عثرتها وحتى تنقذ من اختطافها من الجماعات الإرهابية المسلحة الكثيرة اللي موجودة بداخلها. أيضا مصر منخرطة في حرب على الإرهاب منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، وكانت لا تسمع صوتا يؤيدها في هذه الحرب أو يساعد على الأرض بإجراءات هنا أو هناك. يعني انتقدت شكل الانتقائي لمسألة اختيار تنظيم بعينه وتجاهل بقية التنظيمات، علما بأن هذه الجماعات هي جماعات بترتبط ببعضها البعض بشكل كبير، اختلاف أسماء فقط لا غير، لكن الارتباطات واضحة. ولذلك أقول أن الرؤية الشاملة
لجميع التهديدات اللي موجودة داخل الإقليم هتكون أفضل وأوقع وأكثر تأثيرا إن شاء الله. شكرا ليك أستاذ خالد عكاشة الخبير الأمني. وخلونا نتحول لخبر آخر من جريدة المصري اليوم، متعلق بشهادات استثمار قناة السويس الجديدة. حصيلت شهادات القناة 39.5 مليار جنيه في 6 أيام. وللتعليق على هذا الخبر معنا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة. دكتور هشام بنرحب بيك. و 39.5 مليار جنيه في 6 أيام، كيف تقرأ هذه الحصيلة، الإقبال الكبير من قبل المصريين على شراء شهادات الاستثمار وأيضا المشاركة في هذا المشروع القومي؟ صباح الخير. أولا هو طبعا تظاهرة احتفالية كبيرة بنشهدها يوميا داخل البنوك، استمرار التدفق المصريين للشراء في شهادات الاستثمار. الحقيقة تقريبا احنا ماشيين بمعدل يومي يكاد يكون ثابت ما بين 6 و 7 مليار جنيه يوميا في المتوسط. 6 أيام عمل تم تحقيق 39.5 مليار جنيه. اتصور انه خلال ايام عمل الاسبوع القادم سوف ينتهي الطرح فيما يتعلق بشهادات ذات العائد الدولي، اما فيما يتعلق بشهادات ذات العائد التراكمي اللي حدها الاقصى 990 جنيه اتصور انه سوف يستمر العمل بها لبعض ايام قليله، خاصه مع دخول مكاتب البريد من يوم الاحد القادم في تغطيه هذا الطرح. اتصور انه هيشهد مزيد من الاقبال من الفئات الاقل من حيث مستوى الدخل، وبالتالي اتصور انه خلال هذا الاسبوع سوف يتوقف طرح شهادات ذات العائد الدولي. طيب، نجاح التجربه بهذا الشكل الغير مسبوق يا استاذ دكتور هشام، هل يبشرنا بامكانيه تكرارها في مشروعات اخرى قوميه زي مشروع الضبع مثلا او مشروعات اخرى محتاجين لها في مصر ويمكن تمويلها بشكل ذاتي زي شهادات استثمار قناه السويس؟ صحيح. الحقيقه ما تم تجربته خلال هذا الطرح هو نموذج ناجح جدا وقابل للتطبيق في مشروعات قوميه اخرى، لكن الحقيقة احنا محتاجين بعض الوقت، بعض الضوابط، بعض الأمور الفنية فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. يعني خلينا نركز على انه هي قناة السويس اللي تم طرحها على لصالحها وبضمان وزارة المالية شهادات استثمار القناة دي هيئة اقتصادية قوية جدا، تدفقاتها النقدية خلال العام 40 مليار جنيه، وبالتالي ده تقريبا ثلثين حجم الطرح. فيما يتعلق بالقطاعات، قطاعات النشاط الاقتصادي الاخرى، سيكون نتكلم على الكهرباء، سيكون نتكلم على النقل، سيكون نتكلم على السكك الحديديه، محتاجين امرين. الامر الاول هو دراسه الجدوى الاقتصاديه وتكلفه اداء الخدمات، يعني تكلفه اداء خدمات السكك الحديد او تكلفه اداء خدمات الكهرباء او ما الى ذلك كفيله بانها يكون تدفقاتها النقديه كافيه ل تغطيه طرح بهذا الشكل بالتكلفه العاليه اللي تم طرحه بيها هو 12%. العمل الثاني الهيئة نفسها اللي بتشرف، هل هي هيئة اقتصادية منضبطة تتمتع بالكفاءة في الإدارة أم لا؟ فالحقيقة العنصرين دول مهم قوي لو بنتكلم على دخول هذه الآلية من التمويل في مشروعات الكهرباء، واللي من بينها بالتأكيد هيبقى مشروع الضبعة، أو بنتكلم على قطاعات اقتصادية أخرى مؤكد احنا محتاجين مزيد من حجم التمويل، مزيد من تدفق السيوله في شريان الاقتصاد في كل قطاع على حده بالشكل اللي يدفع من الكفاءه. طيب، شكرا ليك دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. وخلونا نروح لخبر تاني من جريده الشروق. السيسي يغلق 20 فرع خارجي لهيئه الاستعلامات وتقليص ميزانيه البعثات ترشيدا للنفقات. استاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي، صباح الخير. صباح الخير. تعليق حضرتك ايه على الخبر ده في ظل مطالبات قبل كده بتقليص عدد البعثات الدبلوماسيه في الخارج وترشيد الانفاق في كافه مؤسسات الدوله؟ يعني نقدر نقول ان دي بدايه قويه بالفعل في الاتجاه لخطه اقتصاديه لترشيد النفقات واعاده هيكله بقى مصاريفنا علشان نقدر نوفر ونصرف على المشروعات اللي احنا محتاجينها الفتره اللي جايه. أنا بتصور أن طبعا ده قرار مهم جدا، وكان من المفروض أن هو يصدر منذ سنوات طويلة، لأنه هذه المكاتب مع كثرة أعدادها وتنوعها وانتشارها في معظم دول العالم وكثرة عدد الموظفين، ويمكن بقول كلمة الموظفين وليس المختصين أو الخبراء في الإعلام في هذه المكاتب، وكانت تعيينات هذه المكاتب بتتم على اساس مكافاه نهايه الخدمه او مكافاه يعني خفه الدم او يعني استلطاف من المسؤولين.
أنا بتصور كان بيروح في هذه الأماكن من هم ليسوا متخصصون في هذا المجال، مجال الإعلام، وهو دور كبير جدا جدا بدليل الفشل الذريع اللي حققته هذه المكاتب طوال السنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو، وفشلهم في إيصال الصورة الحقيقية إلى الرأي العام العالمي أو الاتصال بوسائل الإعلام الخارجية، لقصور في كفاءاتهم وقصور في خبراتهم الإعلامية. أيضا عملية توفير ترشيد الإنفاق في الحكومة في هذا المجال هو مجال يعني قرار مهم جدا جدا من جانب الترشيد المادي للنفقات الحكومية، لأن هذه المكاتب كانت بتستنزف يمكن عشرات الملايين من الدولارات في الإنفاق على هذه المكاتب دون تحقيق أي عائد على الإطلاق، لا عائد إعلاني ولا سياسي ولا اقتصادي ولا أيضا الهدف الأساسي اللي انشأت له هذه المكاتب لإيصال صورة حقيقية لما يحدث في مصر وتنوير الرأي العام العالمي بما يحدث في مصر من تغيرات جذرية وتغيرات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإصلاح السياسي بصورة عامة. لكن للأسف الشديد أتمنى أن يتم التقييم على أسس موضوعية وألا تغلق كل المكاتب، لأننا لا نستطيع أن نستغني عن هذه المكاتب بصورة نهائية، وهناك مناطق وأماكن ودول معينة ينبغي بل من المفترض والضروري أن نقدم صورة حقيقية عن طريق خبراء متخصصون في الإعلام يجيدوا إيصال هذه الرسالة والتعامل مع وسائل الإعلام الخارجية العالمية. أستاذ محمد، أتحول معك لجريدة الأخبار وخبر بعنوان تشريع متكامل لتنظيم الجامعات، السيسي التعليم والمعيشة الكريمة أهم الأولويات. يمكن جه خلال الاجتماع اللي كان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء الجامعات المصرية. كيف ترى هذا الاهتمام بالتعليم باعتباره عنصر أساسي من عناصر تنمية المجتمع، التعليم الجامعي تحديدا، خاصة بعد ما تابعناه خلال العام الماضي من مشاكل كثيرة تحدث داخل الحرم الجامعي؟ بالتأكيد كان العام السابق من أسوأ الأعوام الدراسية الجامعية اللي مرت بها مصر، يعني أحداث لم نكن نتوقع حدوثها على الإطلاق، وأحداث أثرت تأثير خطير ومهم ومباشر على العملية التعليمية الجامعية. أنا بتصور أن الجامعات عليها دور كبير جدا جدا. أنا يعني أنا ليس متخيل على الإطلاق ولا من المقبول إطلاقا أنه يتم تحويل الجامعات إلى أحزاب سياسية وتعاون واشتغال بالسياسة عن طريق جامعات وتفريغ العملية التعليمية من محتواها الأساسي والانشغال والتفرغ تماما للعملية السياسية والحزبية والجامعات السياسية المختلفة وترك العملية التعليمية. الأحزاب تشكو تماما، الأحزاب تشكو تماما من عدم وجود فاعلين سياسيين في الشارع السياسي، وتشكو قلة أعضائها، وتشكو أيضا يعني من ضعف الأحزاب السياسية. من يريد أن يعمل بالسياسة عليه أن يتوجه بالفور إلى الأحزاب السياسية، وهي كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى وتستوعب كل الاتجاهات السياسية. أما بالنسبة لتطوير الجامعة ومساهمتها في مشروع قناة السويس وتطوير التشريعات الجامعية، أساتذة الجامعات وعلى رأسهم المجلس الأعلى للجامعات منذ سنوات طويلة أيضا يطالبون بتطوير الجامعة واستقلال الجامعة، والحكومات المتعاقبة تعطيهم هذا الحق تماما، وللأسف الشديد لم يخرج علينا المجلس الأعلى للجامعات ولا أساتذة الجامعات بمشروع متكامل يحقق الأهداف التي يرغبون في تحقيقها وهو استقلال الجامعات. أيضا الجامعات لها دور كبير جدا في تطوير المجتمع والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع بالتأكيد. طيب علشان الوقت بس يا أستاذ محمد خلينا نشوف الأخبار مع بعض. جريدة الوطن مصادر بتقول إجراءات ترشح البرلمان 5 ديسمبر والهنيدي يعد قانون مفوضية الانتخابات، جهات رسمية تجري مشاورات لإعداد قائمة وطنية موحدة ومحاولات لإقناع قيادات الوطني بعدم الترشح. رؤية حضرتك إيه للإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وليه في محاولات لإقناع قيادات الحزب الوطني بعدم الترشح في هذه الانتخابات؟ يعني أنا بتصور أن المحاولات دي إحنا بنتكلم في عملية سياسية وعملية ديمقراطية وانتقال وإصلاح سياسي
وداخلين في عملية تغيير لتحقيق أهداف ثورية نادت بها ثورتي 25 يناير و30 يونيو. يعني عملية المحاولات هل هي محاولات يعني ودية ولا محاولات سياسية ولا محاولات قانونية؟ احنا عايزين نضع قواعد وقوانين لعملية التغيير. المسألة يعني محاولات إقناع بعدم ترشح، احنا عايزين عملية سياسية واضحة. من أخطأ عليه أن يتحمل نتيجة خطأه، من يستبعده القانون يستبعده القانون، ولكن عملية انتقائية أن نستبعد فصيل معين بدور معين أو نجد فصيل آخر ده شيء مرفوض تماما. احنا بننادي بنطالب بالإسراع بإصدار القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وقوانين للبرلمان، وأيضا يعني في هناك بعض الألفاظ والمصطلحات. ما معنى كلمة يعني قائمة وطنية؟ قائمة وطنية تضم مسؤولين سياسيين حاليين يشغلون مناصب سياسية تنفيذية في الدولة. من يريد أن يترشح عليه أن يستقيم تماما كما يفعل القضاء ورجال الشرطة والقوات المسلحة. لا يمكن أن نعود مرة أخرى قبل 25 يناير أن يكون الوزير وزير مسؤول وعضو برلمان ورئيس هيئة وفي الحزب. كل هذه العملية بتدمر العملية السياسية وتدمر ما حققناه من مكاسب. من يريد أن يترشح عليه أن يستقيل ويتقدم للعملية السياسية من خلال أحزاب سياسية محددة. لكن التكويش ومصادرة كل شيء أن يكون مسؤول تنفيذي وعضو برلمان ورئيس هيئة ورئيس حزب، كل هذا في آن واحد، ثم نعود ونشكو من تداخل العملية السياسية وتأثير الحزب على الحكومة وتداخل العمل الحكومي في العمل الحزبي والعكس كذلك. فأتمنى أن نضع ضوابط واضحة وصحيحة حتى نبدأ عملية سياسية وإصلاح سياسي حقيقي. شكرا لك الكاتب الصحفي أستاذ محمد الشماع على هذه القراءة التحليلية لما جاء في صحف اليوم. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. انتهت حلقة هذا الصباح، ونشوفكم إن شاء الله على خير في حلقات أخرى من هذا الصباح. إلى اللقاء.